نعم، ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو فيقول أعوذ بالله من جار السوء، كان يتعوذ بالله عز وجل من جار السوء ومن زوجة ترهق الزوج ومن ولد يزعجه ويقلقه ومن صديق يرى الحسنات فيدفنها وإذا رأى السيئات أذاعها وأشاعها. هذا ثابت من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني في الدعاء، كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب، زوج يطلق على الزوجة هذا في اللغة العربية، ويصح أن يطلق في اللغة العربية على الزوجة أن يقال زوجتي لا إشكال، لكن الأشهر أن يطلق لفظ الزوج على المرأة. ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا، يعني أنه يتولى شؤوني، لأن في هذا من الإذلال ما فيه للأب. ومن مال يكون علي عذابا، نعوذ بالله عز وجل من هذا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن المنافقين؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وتتم الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن خليل ماكر، يعني من صديق ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. هذا الحديث ثابت إسناده حسن، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن يدعو بهذا الدعاء، وإلا فزوجاته رضي الله عنهن وأصحابه رضي الله عنهم وبناته صلى الله عليه وآله وسلم كل هؤلاء كانوا أعلاما في الخير وأعلاما في حسن المعاشرة معه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم له مال، ومع ذلك قال مستعيذا بالله عز وجل من مال يعذبه ويشقيه، فدل هذا على أن المسلم مأمور بأن يدعو بهذا الدعاء.